صباح الخير، يعطيكم العافية. عندي question، في أي سؤال على chapter 4؟ طيب، إذا ما في أسئلة خلينا ننتقل لموضوع جديد، وتحديداً chapter 5. بشابتر 4 اذا بتتذكروا احنا في بدايات شابتر 4 حكينا عم بدنا نتطلع بشابتر 4 على نوع من انواع من نوع اللوجيك سيركتس اللي هو الكومبينيشنال لوجيك سيركت. بما انه حكينا في نوع اسمه كومبينيشنال لوجيك سيركت فلا بد انه في انواع اخرى، وهذا تحديدا هو موضوع شابتر 5. شابتر 5 بيحكي عن السيكوينشال لوجيك سيركتس بشكل عام، وزي ما راح نشوف كمان شوي اصلا كمان هذه السيكوينشال لوجيك سيركتس هي على نوعين، في منها نوع اسمه سينكرونس سيكوينشال لوجيك سيركتس، في نوع اسمه اي سينكرونس سيكوينشال لوجيك. شابتر 5 بغطي فقط موضوع السينكرونس سيكوينشال لوجيك اللي هو ببساطه نوع من انواع اللوجيك سيركتس، لها استخداماتها لها تطبيقاتها مهمه جدا، لولاها فعليا ما بتشوف في عندك سي بي يو ولا بتشوف في عندك كل هالديفايسز اللي انت بتستخدمها. فرح نطلع بهذا الشابتر على السينكرونس سيكوينشال لوجيك سيركتس، فرح نمر على انتروداكشن سريعه نعرف ايش يعني سيكوينشال لوجيك، ايش انواع السيكوينشال لوجيك سيركتس، بعدين رح نطلع على الجزئيه مهمه جدا اللي هي فعليا صلب موضوع شابتر 5. إذا أنا فهمت هذه الجزئية وتمكنت منها، اللي بيجي بعد هيك هو فعلياً very similar to what we did in chapter 4. كتير بيشبه الأشي اللي سويناه بشابتر 4 لكن بنكهة جديدة بمفهوم جديد اللي هو مفهوم السيكوينشال لوجيك. فالموضوع الرئيسي هون هو الستورج إليمنتس اللي هو عبارة عن كومبوننت رئيسية إضافية موجودة بالسيكوينشال لوجيك سيركتس، واللي بتمكنها فعلياً إنها تسوي الأشي الجديد اللي كومبينيشنال لوجيك سيركتس ما بتقدر انها تسوي. فخلينا نطلع بشكل مبدئي على مفهوم السيكوينشال لوجيك، انواع السيكوينشال لوجيك، بعدين ندخل بالستورج اليمنتس. وانس وي ماستر الستورج اليمنتس بصفي موضوع زي ما سوينا بشابتر 4، انه واحد يعطيني سيكوينشال لوجيك سيركت ويحكي لي حلل لي اياها اسوي لها اناليسيس. والجزء الثاني اللي هو الديزاين، يحكي لي بدي اسوي سيكوينشال لوجيك سيركت بتسوي كذا كذا كذا، فا اي ونت تو ديزاين ذس سيكوينشال سيركت. فالموضوع مش كثير صعب لكن بده شويه متابعه ودراسه في البدايه. فلو نيجي نطلع على المفهوم، وات دو وي مين باي سيكوينشال لوجيك سيركتس؟ ايش يعني؟ بس بعد ما حبيت اقول لك محاضره المره امبارح ما نزلت على اليوتيوب، خلينا نحكي فيها اخر الحصه. تمام، شو اسف. خلينا نبلش بانترودكشن. فاذا بتتذكروا نتذكر مع بعض الكومبينيشنال لوجيك سيركتس بكل بساطه كانت عباره عن ديجيتال سيستم، ديجيتال سيركت في لها مجموعه من الانبوتس مجموعه من الاوتبوتس، وذير از ا ريليشن شيب بتوين ذا انبوت اند ذا اوتبوت حسب طبيعه السيركت هذه ايش بتساوي. الآن أي واحد من هدول الأوتبوتس اللي موجودين في هاي الكومبينيشنال سيركت زي ما شفنا بشابتر 4 وزي ما شفنا بشابتر 3 فعلياً هو يعتمد على الانبوتس، يعتمد فقط على الانبوتس. يعني إيش ما أدخل فاليو على الانبوت فعلياً السيركت هذه بتسوي شوية حسابات، بتسوي شوية decisions وبتعطيني قيمة أي واحد من هدول الأوتبوتس. فإذا بتذكروا لما بلشنا الكومبينيشنال لوجيك حكينا الكومبينيشنال لوجيك اسمها كومبينيشنال لانها فعليا تعتمد فقط على الانبوت كومبينيشن، يعني وات ايفر كومبينيشن فاليو بدخلها هون فعليا السيركت هذه بتعطيني اوتبوت. فالاوتبوت فقط هو فانكشن اوف، يعتمد فقط على الانبوتس على الاكسترنال انبوتس. سو ذا اوتبوت في الكومبينيشنال لوجيك سيركت از اونلي ديبندنت اون ذا كرنت انبوت فاليو اور ذا كرنت انبوت كومبينيشن، ومن هون اجى اسمها. وشفنا امثله كثير يعني على الكومبينيشن لوجيك سيركت، شفنا ادرز، شفنا ماجنيتيود كومباراتورز، ديكودرز، مالتيبلكسرز اند سو اون، وفي كثير يعني امثله على الكومبينيشن لوجيك سيركت. لكن لو جينا نتخيل مع بعض انه انطلب مني اني اصمم سيركت
بتقدر تعد بالباينري طبعا من 0 ل 9 وترجع تكمل تعيد هذا الموضوع، يعني تعد 0 1 2 3 4 لغاية ال9 وترجع تكرر هذا الموضوع over and over. طبعا أنا كاتبها هون بالديسيمال لكن هي بتعد في الباينري أكيد. فهل بزبط أصمم هذا النوع من السيركتس بالكومبينيشنال أبروتش، بالفلسفة تبعت الكومبينيشنال لوجيك سيركتس؟ شو بلزمني أنا حتى أخلي حتى أعد أنا كبني آدم؟ كيف بعد؟ كيف بنعد؟ بمسك أصابعي وباجي بحكي 0 1 2 3، لو وقفت ما في مشكلة، بضلني مخزن على أصابعي أنا وين وصلت في العد، عشان لو بدي أكمل عد أكون عارف وصلت عند الثلاث، بعدين إيش بكمل 4 5 6، فكل مرة بستخدم أصبع أعد حتى أخزن أنا وين وصلت في عملية العد. الآن هل الكومبينيشنال لوجيك سيركتس عندهم هذه القدرة؟ هل بقدر فعليا إنه بقدر فعليا إني أصمم سيركت تسوي البيهيفير اللي عم بوصفه، إنه فعليا تقدر تخزن القيمة اللي وصلت عندها في العد، وبناء على هذه القيمة لما أحكي لها كم لي عد تكمل عد من النقطة اللي وصلت إلها؟ فعليا لا. ليش؟ لأنه الكومبينيشنال لوجيك سيركت فقط تعتمد على الانبوت، يعني أنا بحكي لها كم لي عد، طب تحكي لي من وين أكمل عد، وين وصلت أنت في العد؟ ما بتعرف الكومبينيشنال لوجيك سيركت. فهذا مثال بسيط على مطلوب لتصميم سيركت بتقدر تعد، اللي هي بنسميها بالديجيتال لوجيك بنسميها كاونتر سيركتس. سيركت تقدر تعد بباترن معين، بسيكونس معين. فالكومبينيشنال لوجيك سيركت they cannot do this. ليش؟ لانه they can't remember where did they reach بعملية العد. يعني هاي الكومبينيشن لوجيك سيركت الانبوت فعليا رح يكون فعليا my command، الامر تبعي انه عدي او وقفي مثلا. طيب لو بدي احكي لها عدي رح تحكي لي من وين اعد، وين انت وصلت في العد، وين انا وصلت في العد، ما بتعرف مزبوط ولا لا. فالكاونتر سيركت اللي هي هاي السيركت هي ابسط اكزامبل ممكن نفكر فيه وتكتشف انك انت فعليا بحاجة لنوع جديد من السيركتس. نوع جديد من السيركتس بيقدر يتذكر وين وصلت انت في العد، عشان لما بده يكمل عد يقدر يحدد النكست كاونت او يقدر يحدد القيمة التالية. مزبوط ولا لا؟ تخيل حالك انت عم تعد بدون اصابعك، وعم تعد عم تعد، بعدين في اشي قاطعك. اوكي، لو انت مش مخزن الـ القيمه اللي وصلت لها وجدك تكمل عد، ما راح تعرف من وين تعد، راح تضطر تبلش من وين، من الصفر. فاذا الفكره بكل بساطه انه هاي الكومبينيشن لوجيك سيركت كانت بي يوزد ان سوتش ابلكيشنز وير ذا اوتبوت، فعليا الاوتبوت في حاله الكاونتر هو الكاونت فاليو، هو قيمه الكاونت. الاوتبوت في الكومبينيشن لوجيك سيركت فقط يعتمد على الانبوت، لكن ب تطبيق زي اللي عم نحكي عنه الاوتبوت اللي هو فعليا الكاونت فاليو المفروض يكون يعتمد على الانبوت، انه ماي كوماند انه اني اكمل عد او اوقف عد، بالاضافه اني انا اكون عارف ومتذكر ومخزن ايش القيمه اللي وصلت لها في العد. فهذا هو فعليا الفرق الرئيسي بين الكومبينيشنال لوجيك سيركتس والسيكوينشال لوجيك سيركتس، انه السيكوينشال لوجيك سيركتس بكل بساطه هي سيركتس عندها قدره انها تخزن سم فاليو. هلا شو معنى هي الفاليو؟ حسب نوع السيركت شو بتسوي، حسب التطبيق اللي بتسوي السيركت. في المثال تبعنا بدنا سيركت تقدر تخزن احنا وين وصلنا بالعد، ولما بدي اكمل عد تقدر تاخذ هذا هاي القيمه وتستخدمها حتى تقدر تكمل عد وتعطيني الاوتبوت اللي هو النيو كاونت فاليو. فهذا هو فعليا مفهوم السيكوينشال لوجيك سيركت. السيكوينشال لوجيك سيركت زي ما راح نشوف هي عباره عن كومبينيشن لوجيك سيركت، ما في شيء جديد زي اللي شفناها بشابتر 4 و 3، لكنها ايش اضافه فيها موجوده؟ انه ات هاز ميموري، ات هاز ستورج، يعني بتقدر تخزن، تقدر تخزن مجموعه من البيتس، تقدر تخزن فاليو معينه. هاي الفاليو لها معنى حسب الابلكيشن اللي بتسويه السيركت. في مثال الكاونتر هي بتخزن الكاونت، الكرنت كاونت فاليو. ليش بتخزنها؟ عشان كمان شوي راح تحتاجها عشان تعطيني الكاونت الجديد، وهكذا. فاذا الفرق الرئيسي بين الكومبينيشنال لوجيك والسيكوينشال لوجيك انه وجود الميموري او وجود الستورج، قدره على التخزين. هاي السيكوينشال سيركتس فيها كومبوننتس بتقدر تخزن بتقدر تخزن some value بإلها معنى معين حسب application تبع السيركت. الآن الأوتبوت في هذا النوع من السيركت
لا يعتمد فقط على الـ current input زي ما هو الحال في الـ combinational logic، لكن يعتمد also على مين؟ على الـ stored value. فراح نشوف كمان شوي diagram بوضح هذا الكلام. فالـ output اللي هو الـ counter، في الـ counter تبعي الـ output هو الـ count value. طيب شو الـ input اللي لازم أحتاجه حتى أحسب الـ new count value اللي هو الـ counter، الـ count value الحالية زائد أي input خارجي اللي هو مثلاً my input إنه count or stop، count or stop. فإذا الـ output في هذا النوع من السيركت لا يعتمد فقط على الـ external input value، يعتمد على الـ external input وعلى الـ stored value. هاي الـ stored value اللي مخزنة جوا الـ storage اللي موجود هون هي فعلياً بسموها state، زي ما راح نشوف سموها state. الآن شو معنى كلمة sequential أصلاً؟ sequential تسلسلي، يعني هذا النوع من السيركتس تمشي بتسلسل معين بناء على stored value. فهذا هي الفكرة، إنه الفاليو الجديدة هي فعلياً جاية من الفاليو القديمة، فهذا في تسلسل في الموضوع، فهي sequential sequence في تسلسل معين. بينما في الـ combinational logic ما في input combination بيعطيني output، بينما في السيكوينشال لا، الاوتبوت هو فعليا يعتمد وهو function of the input and the stored value اللي هي بين قوسين اسمها state. فهذا هو مفهوم السيكوينشال لوجيك. الان زي ما حكيت في البدايه السيكوينشال لوجيك سيركتس على نوعين، في عندنا two types asynchronous sequential circuits والsynchronous sequential circuits. هلا احنا بهذا الكورس مهتمين بالsynchronous لانهم الأكثر شيوعاً، لأنهم الأسهل تعاملاً بقدر يعني مقارنة بالنوع الآخر اللي هو الأسينكروس. الأسينكروس عادةً بيعتبروه advanced topic بغطوه بكورسز أخرى زي advanced digital design and so on. تمام؟ فإحنا تركيزنا على هذا، لكن خلينا نطلع على الفرق، الفروقات بيناتهم. فلو جينا طلعنا على الاسينكرونس سيكوينشال سيركت، الاسينكرونس سيكوينشال سيركت بكل بساطه هي كومبينيشنال لوجيك سيركت، الها انبوتس والها اوتبوتس، ما في شيء جديد. لكن وات از نيو، وات از ادد تو ذس سيركت، اللي هي فعليا قدرتها انها تخزن معلومات. فبتلاقي فيها ميموري اور ستورج اليمنتس، ميموري اليمنتس اور ستورج اليمنتس. طيب شو الفكره الان؟ زي ما حكينا قبل شوي إنه الأوتبوت في هذا النوع من السيركت لا يعتمد فقط على الإنبوت، لكن برضو يعتمد على إيش؟ على الستورد فاليو. يعني في فاليو مخزنة هون راح أخذها وأستخدمها along with the input حتى أحسب لنيو أوتبوت، حتى أحسب لنيو أوتبوت. فتخيل هون أنت مخزن الكاونت فاليو اللي وصلت عندها، وصلت عند الأربعة فخزنت أربعة. الآن لو أعطيتك كوماند للسيركت هذه حكيت لها كم لعد، فهي بتعرف أنه هون إجاها سيجنال أنه كم لعد. طيب وين وصلت بالعد؟ تأخذ الفاليو هذه وبتعطيني لنيو أوتبوت. تمام؟ فإذا الـ output في هاي النوع من السيركت is a function of input and the state. شو هي الـ state؟ زي ما حكينا stored value. الـ stored value بسموها الـ state أو الحالة اللي فيها المشين أو اللي فيها السيركت. تمام؟ الآن فعلياً لو أرجع لمثال الـ counter، أنا مش بس بدي أخذ الـ output، أنا فعلياً بدي أخزن new value هون. طب كيف أخزن new value هون؟ بناء على الحسابات اللي بسويها هون. فبتلاقي إنه الـ value to be stored، الـ value اللي بدها تتخزن برضو بتحسبها الـ combinational logic circuit بناء على الـ stored value وبناء على الـ external input. فالآن هذه الـ value اللي هي بتدخل على الـ storage element هي الـ value to be stored، اللي هي الـ value اللي راح تتخزن. يعني عارف أنا واصل بالـ count لأربعة، فلو حكيت بدي أكمل عد معناها أنا راح أخزن كم؟ خمسة. فكمان شوي رح أخزن خمسة. ف this is the value to be stored أو بسموها the next state، الحالة التالية. طيب ال value اللي موجودة هون حكينا بسموها state أو تحديدا بسموها present state، يعني ال value الحالية، ال current value المخزنة. طب هاي ال current value ما بتضلها على طول نفسها، هي بتتغير. طب مين اللي بيغيرها؟ مين اللي بيحسبها؟ ال combinational logic circuit بناء على the present state وبناء على ال inputs، يعني بناء على الفاليو المخزنة حاليا الآن وبناء على الاكسترنال انبوت. فهذا هو بكل بساطة الشكل العام لبلوك دايجرام للاسينكرونس سيكوينشال سيركت. في كومبينيشنال كومبوننت موجودة، وفي ميموري موجودة،
وظيفة الميموري تخزين value معينة، وظيفة الكومبينيشنال لوجيك سيركت انها تتطلع على الانبوت، تتطلع على الفاليو الموجود الان وتحسب لي الاوتبوت الجديد وتحسب لي النيو فاليو تو بي ستورد او بسموها النكست ستيت. فالان لاحظ اي واحد من الاوتبوتس الموجود هون هو فانكشن اوف مش بس الاكسترنال انبوت اولسو الستورد فاليو. انا الستورد فاليو معبر عنها بكيو، ممكن اكون مخزن 1 بت و2 بت 3 بت 4 بت حسب شو اللي انا شو القيمة اللي أنا مخزينها وشو معنى هاي القيمة زي ما راح نشوف later. فالكيوز هدول هم عبارة عن البتس التي تمثل هدول هون موجودين Q مثلاً 3 Q 2 Q 1 Q 0 ممكن أكون مخزن 4 بتس تمثل مثلاً قيمة الكاونت. فالأوتبوت هو function of external inputs and current value أو present value تمام؟ فهدول الاسينكرونس سيكوينشال سيركت ليش اسمهم اسينكرونس؟ بكل بساطه لانه الستورد فاليو او البريزنت ستيت از الاود تو تشينج ات اني تايم. شو يعني كلمه اسينكرونس اصلا؟ اسينكرونس معناها غير متزامن، مزبوط، يعني مش مربوط مع شيء. يعني هذا النوع من السيركت الفاليو المخزنه في هذا في هاي الميموري مسموح لها تتغير عند أي لحظة زمنية، مسموح لها تتغير عند أي لحظة زمنية، وهذا فعلياً اللي بيخلي الـ Asynchronous Sequential Logic Circuits complex to analyze and design. لكنهم بنفس الوقت fast، سريعين. ليش؟ لأنه مسموح لهم يغيروا الـ Stored Value عند أي لحظة زمنية، ما في إشي يمنعهم طالما الـ Input تغير، بالتالي للـ الـ Stored Value مسموح إنها تتغير عند أي لحظة زمنية. فهذا الكلام بما انه الاوت او الستورد فاليو مسموح انها تتغير عند اي لحظه زمنيه بيخلي التعامل مع الاسينكرونس سيكوينشال سيركتس صعب من ناحيه التصميم ومن ناحيه التحليل. طبعا راح تفهم تتمكن من هذه النقطه كمان شوي لما احكي لك عن السينكرونس سيكوينشال سيركت وندخل بالستورج اليمنتس بتصير الامور اوضح. فالان لاحظ بالسيكوينشال سيركتس بشكل عام اذا بتتذكروا ذير از ا فيدباك path في خط راجع من الاوتبوت للانبوت من جهه الاوتبوت لجهه الانبوت، وهذا الكلام ما كان موجود بهدول. يعني جوا الكومبينيشنال سيركتس ما في فيدباك باث، مزبوط، وللدلاله على انه الاوتبوت فقط يعتمد على الانبوت، بينما في السيكوينشال سيركتس راح تلاقي دائما في خط راجع من الستورد فاليوز لجهه الانبوت. ليش؟ حتى احسب نيو اوتبوت، حتى احسب نيو فاليو تو بي ستورد او اللي بنسميها next state. واضحة؟ مهم كتير نفهم هاي الأفكار لأنه إذا فهمناها هذا هو chapter 5. طيب synchronous sequential logic circuits اللي هم إحنا مهتمين فيهم ب chapter 5 ما في إشي جديد، هم مكونين من combinational logic circuits و some storage component أو storage element أو memory element، إيش ما بدك تسميهم سميهم. نفس المبدأ في حالة الـ asynchronous، الاوتبوت يعتمد على الفاليو المخزن الان اللي هي سميناها present state وعلى الانبوت. وهذا الكلام مين بيحسبه؟ الاوتبوت بتحسبه combinational logic circuit، ما في شيء جديد، لكن صار في انبوت اضافي اللي هي الستورد فاليو. هاي combinational logic circuit ما بتحسب فقط الاوتبوت، بتحسب the value to be stored، the value to be stored. فما في شيء جديد بمقارنة بالأسينكرونس سيكوينشال سيركت، هي تقريبا نفس الرسمة. لكن شو الاختلاف، شو الفرق بين الأسينكرونس والسينكرونس؟ ايش يعني أسينكرونس؟ حكينا غير متزامن. ايش يعني سينكرونس؟ متزامن. طيب شو يعني متزامن؟ متزامن معناها انه the stored value synchronous معناها الستيت او الستورد فاليو، يعني الفاليو اللي موجوده هون is allowed to change during or at specific time. يعني ما بصير الستورد فاليو تتغير امتى ما بدها بالسينكرونس. تغيير الستورد فاليو لازم يكون مربوط بحدث معين، لازم يكون خلال فتره زمنيه معينه. هذا هو تعريف السينكرونس، ومن هون اجت صفه السينكرونس انه تغيير الستورد فاليو لازم يكون مربوط بحدث معين. ايش هو هذا الحدث؟ راح نشوف. لكن
الحدث هذا ممكن أعرفه أنه خلال فترة زمنية معينة أو عند لحظة زمنية معينة. فهذا اللي حاطه أنا هون باللون المختلف مهم جدا، هو اللي بيميز السينكرونس سيكوينشال سيركتس عن الأسينكرونس. طيب الآن كيف أعرف، كيف أتحكم متى أسمح للستورد فاليو أنها تغير؟ لازم أعرف شو يعني at وشو يعني during. إيش يعني during some time or specific time or at specific time؟ ففعلياً عادة الستورج إليمنتس المستخدمة في السينكرونس سيكوينشال سيركتس في لها input إضافي بنسميه الكلوك. بما أني عم بحكي أنه أنا بدي أسمح للتغير في الستورد فاليو يصير خلال فترة زمنية معينة أو عند لحظة زمنية معينة، لازم يكون عندي مقياس للزمن. مظبوط؟ لازم يكون عندي مقياس للزمن. فالستورج إليمنتس المستخدمة في السينكرونس سيكوينشال سيركتس فعلياً بيكون فيهم إمبوت إضافي زي ما راح نشوف، اسمه كلوك أو إنيبل أو كنترول. عن طريقه بقدر أتحكم متى لنيو فاليو اللي موجودة هون تدخل وتتخزن هون. طالما هذه اللحظة الزمنية أو الفترة الزمنية ما وصلت، حتى لو تغيرت الفاليو اللي طالعة من الكومبينيشنال لوجيك سيركت، it will not be stored here، لن يسمح لها إنها تتخزن جوا الستورج إليمنت إلا عند تحقيق الشرط، إما اللي هو خلال فترة زمنية معينة أو عند لحظة زمنية معينة. الآن هذه الصفة اللي هي بتميز فعلياً Synchronous Sequential Circuit، إنه وجود علاقة بالزمن، وجود علاقة إنه أنا بقدر أحدد متى الـ New State أو الـ Next State تتخزن وبتصير هي فعلياً الـ Value المخزنة، هي اللي بتميز الـ Synchronous Sequential Circuit عن الـ Asynchronous. أوكي؟ وهي اللي بتخليها كـ Synchronous Sequential Circuits أسهل في التعامل وأسهل في التحليل، لأنه أنا ما في داعي أطلع على السيركت عند كل اللحظات الزمنية، ما في داعي حتى أحللها أو حتى أصممها، أنا بس بتطلع خلال فترة زمنية معينة أو عند لحظة زمنية معينة. فهذا الكلام اللي بيخلي الـ Synchronous Sequential Circuits easier to design and analyze، easier to design and analyze، لكنهم slower than الـ Asynchronous. ليس slower، لأنه لو تغير الانبوت وتغيرت الـ value to be stored، هذه الـ value to be stored will not be stored في الميموري إلا لما يتحقق شرط الزمن، فإذا لازم تستنى. ف that's why it is slower. في الـ asynchronous sequential circuits حكينا ما في علاقة بالزمن، ف as soon as the input changes وهذه الـ value تغيرت مباشرة راح تتخزن في الميموري. ف لو أحاول أمنطق الأمور بلاقي إنه أنا أحسن لي أتبع على سيركت بتغير فيها الستورد فاليو عند أي لحظة زمنية، ولا خلال فترة، خلال لحظة، عند لحظة زمنية معينة. عند لحظة أسهل لي، لأنه خلاص بستنى هاي اللحظة وبشوف هل أسمح للستورد فاليو إنها تتخزن، إنها تتغير ولا لا. بينما في الأسينكرونس أنا بحاجة أراقب كل الزمن حتى أعرف متى تتغير الفاليو وأخزنها داخل storage element. فاحنا تركيزنا على synchronous sequential circuits because they are easier to analyze and design. تمام؟ فاذا بالخلاصة sequential circuits يعني circuits اللي فيها تسلسل في الأحداث. طيب هذا التسلسل في الأحداث يعني إذا في حدث بده يصير الآن معناته هو مربوط بحدث صار في الماضي. طيب كيف بده يصير هذا الكلام؟ كيف بدي أربط الآن بالماضي؟ لازم يكون عندي قدرة أني أتذكر. فبالتالي sequential circuits في عندهم memory، في عندهم storage، بيخزنوا value معينة، بناء على هاي الفاليو بيقدروا يحددوا what to do next، what is the next event to be done based on the input and based on the stored value. هذا الكلام ما كان موجود في الcombinational logic circuit، لكن لازم نطلع منيح sequential circuits دائما فيهم combinational component، فيهم جزء عبارة عن combinational logic circuit. فاللي كان متبع معانا من أول الفصل وفاهم combinational logic circuits رح يلاقي أن موضوع sequential circuits كله يتمحور حول هذا الجزء، ما في إشي صعب. فإذا أنا متمكن من هذا الكلام اللي هون الanalysis والdesign straightforward، بصفي بس أفهم شو يعني storage element وشو أنواعهم وكيف أستخدمهم and so on. All right. Any question?
طيب خلينا نتطلع على الموضوع الرئيسي بهذا التشابتر. مجموعة منيحة من السلايدات تحكي عن أنواع الستورج إليمنتس، أشكال الستورج إليمنتس المختلفة اللي ممكن أنا أستخدمها، والفروقات اللي موجودة بيناتها. فلو نيجي نتطلع شو يعني ستورج إليمنت، ستورج إليمنت بكل بساطة هو عبارة عن لوجيك سيركت. تخيل ما في شيء جديد، هو لوجيك سيركت. هذه الستورج إليمنت الواحد ذا كان ستور 1 بت، عنده قدرة أن يخزن 1 بت as long as the power is available. طالما في power هذا الستورج إليمنت بيقدر يخزن 1 بت. فالرسمة اللي قدامنا هي general block diagram لستورج إليمنت. فعادة بيكون في عندي مجموعة من الانبوتس و output لهذا الستورج إليمنت. الانبوتس هم input لسيركت، هون في جوا سيركت logic circuit. الoutput فعليا this is هون هي الستورد بت، الQ هي الستورد بت. طيب والQ بار هي الكومبلمنت اوف ذا ستورد بت. فعادة معظم الستورج إليمنتس الموجودين في السوق بتلاقي بيعطيك الستورد فاليو والكومبلمنت اوف ذا ستورد فاليو. ليش؟ لأسباب راح نشوفها بعدين. فإذا الستورج إليمنت هو عبارة عن سيركت ذات كان ستور 1 بت طالما في باور. طيب هذا الستورج إليمنت في له انبوتس وفي له اوتبوت. الانبوتس فعليا وظيفتهم اني اتحكم بالستورد فاليو. ايش اسوي بالستورد فاليو؟ هل اخليها زي ما هي؟ هل اغيرها لصفر؟ هل اغيرها لواحد؟ and so on. فهي في النهايه هون في بت، الستورد فاليو عباره عن 1 بت، تمام؟ والاوتبوت الثاني باي ديفينيشن بالتعريف هو الكومبلمنت اوف ذا ستورد فاليو. ات از ذا كومبلمنت اوف ذا ستورد فاليو. فإذا زي ما حكينا الانبوت تبعت الستورج إليمنت is used to specify how and when the stored value changes. فهدول الانبوتس أنا عن طريقهم بقدر أحدد what to do with the stored value and when to do that. When to do that، متى أسوي هذا الكلام؟ هل أسوي خلال هاي الفترة الزمنية ولا خلال هاي الفترة الزمنية ولا عند هاي اللحظة الزمنية أو هاي اللحظة الزمنية and so on. تمام؟ الاوتبوتس ببساطة زي ما حكينا هو الستورد فاليو. بما انه هون one storage element فهي الستورد بت. انا كل ستورج element واحد بقدر اخزن one bit. فلو بدي اخزن اكتر من bit بدي اجيب اكتر من storage element. تمام. الان شو انواع الاوبريشنز اللي ممكن اسويها باستخدام الانبوتس الموجودة بالستورج إليمنتس؟ هذا الكلام بيعتمد على نوع الستورج إليمنتس، لكن بشكل عام there are four different types of operation ممكن ألاقيهم بالأنواع المختلفة من الستورج إليمنتس. ممكن أنا أغير الستورد فاليو ل 1، أغير الستورد فاليو ل 1 وهي العملية بنسميها set. فلما أجي أحكي للستورج إليمنت set معناها إيش؟ change the stored value to 1. ممكن اغير الستورد فاليو لزيرو وهي الكلمه معناها او هذا الاكشن او هاي الاوبريشن معناها او المصطلح المستخدم انه ريست، اسوي ريست او كلير. مرات اسوي ريست او كلير. شو معنى ريست؟ معناها تشينج ذا ستورد فاليو تو زيرو. فبعض الستورج اليمنتس بتلاقي في لهم تو انبوتس، واحد للست وواحد للريست. واحد بيسوي بغير الستورد فاليو ل1، واحد بغير الستورد فاليو لزيرو. بعض الستورج إليمنتس برضو في عندهم أوبشن إنه من خلال الإنبوتس تقدر أنت تسوي hold operation أو no change operation، إنه فعليا لما تسوي activation لهذا الإنبوت الفاليو ما راح تتغير، راح تضلها الفاليو القديمة اللي مخزنها أصلا الستورج إليمنت. أو ممكن تكون الأوبشن الرابع إنه أسوي toggle على الستورج فاليو، إنه بغض النظر شو مخزن I want to complement it، انه اسوي complement للstored value او المصطلح المتداول to toggle، انك تقلب الstored value. So these are the four different types of operations اللي ممكن الاقيهم بالانواع المختلفة من storage elements. مش بالضرورة الاقيهم كلهم في storage element واحد، ممكن يكون بعضهم او اثنين او ثلاث حسب طبيعة storage element وحسب كيف مصمم هذا storage element. تمام؟ فاذا storage element عبارة عن circuit logic circuit بتخزن 1 bit. هذا ال 1 bit بقدر أتحكم فيه أنا من خلال ال inputs تبعت هذا ال storage element إني أسوي واحد من أربعة operations: set, reset, hold, toggle وهكذا.
الآن شو في أنواع من الـ storage elements؟ There are three different classes أو three different groups of storage elements بتختلف فيها في بناتها اختلافات. فهدول الـ storage classes أو the groups هم الـ latches الـ controlled أو الـ clocked latches بسموهم، وآخر نوع هو الـ flip flops. الآن هدول ببساطة ثلاث مجموعات، خليني أحكي ثلاث عائلات من الستورج إليمنتس. جوا كل عائلة في أنواع فرعية، تمام؟ لكن اللي بيهمنا شو الفروقات بين هاي العائلات. الفروقات بين هاي العائلات زي ما راح نشوف هو متى مسموح للستورج فاليو إنها تتغير. فراح نبلش باللاتشز ونشوف كيف إنه الستورج فاليو مسموح لها تتغير عند أي لحظة زمنية، بعدين نروح على الكنترولد، بعدين نروح على الفليب فلوبس. بنهاية كلامنا عن الستورج إليمنتس راح نقتصر تعاملنا في السينكرونال سيكوينشال سيركتس مع الفليب فلوبس. راح نستخدم فقط فليب فلوبس لتحليل وتصميم السينكرونال سيكوينشال سيركتس. لكن حتى أوصل لمرحلة إني أفهم شو يعني فليب فلوب وكيف بيشتغل الفليب فلوب، لابد إني أمر بهذا الطريق، لابد إني أمر أشوف شو يعني لاتش، شو يعني كنترول لاتش، بعدين أعرف شو يعني فليب فلوب وهو اللي أستخدمه في النهاية. فاليوم وبكرة وبعده mostly كله رح يكون على موضوع الستورج إليمنتس. Three important lectures مهمات جدا حتى تكون مرتاح أنت بشابتر 5. فلتس ستارت مع اللاتشز. في أي سؤال؟ واضحة الأمور؟ واضحة بتهيألي. صرنا عم نحكي عن نوع جديد من السيركتس فيه ميموري، والأوتبوت في هاي السيركت لا يعتمد فقط على الانبوت، يعتمد على الانبوت ويعتمد على الفاليو المخزنة في الميموري. طيب كيف بنحسب الأوتبوت؟ بكومبينيشنال لوجيك سيركت، بتاخذ البريزنت فاليو أو البريزنت ستيت مع الانبوت وبتحسب الأوتبوت. والكومبينيشنال لوجيك سيركت هذه مش بس بتحسب الأوتبوت، بتحسب النيو فاليو تو بي ستورد. إذا أنت فهمت هذا الكونسبت بتكون مرتاح معانا بالشابتر 5. فخلينا نبدأ ونتطلع على اللاتشز. نتطلع على اللاتشز كستورج إليمنت. هو في النهاية سيركت، هو لوجيك سيركت، لكن مصممة بطريقة إنه تقدر تخزن 1 بت وفي لها إنبوتس، بقدر عن طريق هدول الإنبوتس إني أغير من الستورد فاليو. فمثال على اللاتشز، نوع من أنواع اللاتشز بسموه SR latch. SR latch. Latch شو يعني كلمة latch؟ By the way كلمة latch زي إشي تمسك فيه أو إشي. أيوة زي إشي تمسك فيه. latch to latch on something إنك يعني تمسك فيه. مرات بتحكي door latch يعني لسان الباب، هذا اللي لما تطبق الباب بيمسك، مزبوط؟ فاللاتش يعني زي كأنه بيمسك إشي، بخزن إشي. فSR latch هو عبارة عن storage element logic circuit. هذا هو شكلها اللي أمامنا، عبارة عن two cross coupled، بحكوا لهم cross coupled NOR gates. يعني الSR latch عبارة عن two NOR gates، الطريقة المشبوكة فيهم هي cross coupled، يعني على شكل cross. لاحظ النور جيت لها تو انبوتس، اول انبوت داخل عليه الار، ثاني انبوت هون داخل الاس. طيب ثاني انبوت من كل جيت، لاحظ this is taken backward to here and this is taken backward to here، عشان هيك اسمهم cross coupled، انه مشبوكين بطريقه cross مع بعض. ايش هي الكيو؟ this is the stored bit. طيب ايش هاي؟ كيو بار stored bit بار، مظبوط؟ by definition انه هذا الفاليو البت المخزن وهذا الكومبلمنت تبعته. لان بحب احكي هاي الشغله دائما، انه هذا هاي السيركت عندها قدره انها تتذكر، لانها فيها الفيدباك باث اللي هون، وهذا فعليا انت اللي بتسويه لما تحفظ شيء. لما بدك تحفظ شيء انت شو بتسوي؟ بتضلك تعيده، بتضلك تعيده، بتضلك تعيده. ففي فيدباك باث في مخك، بترجع المعلومة وبترجع بتحكيها وبترجع بتخزنها، بتسترجع المعلومة وبترجع بتحكيها بتخزنها، مظبوط؟ فكل الميموري تعتمد على هذا الكونسبت، انه لازم يكون في خط راجع من الاوتبوت للانبوت حتى اتذكر، حتى اني قادر اتذكر. طيب فاذا هدول الانبوتس الاس والار اللي هم فعليا عن طريقهم بقدر اتحكم بالستورد فاليو اللي هي كيو. الاس هي اختصار لكلمه ست،
والR هي اختصار لكلمة reset. فيبدو إنه هذا الانبوت عن طريقه بقدر أخلي الQ تساوي واحد، وهذا الانبوت عن طريقه بقدر أخلي الQ تساوي zero. هيك حكينا معنا reset وset. فخلينا نحاول نحلل هاي السيركت ونشوف كيف بتتصرف إذا بغير الانبوتس اللي هم الS والR. فلو جينا اطلعنا هون، لو افترضنا بداية انه انا عندي S تساوي 0 و R تساوي 0، وانه بداية الQ اللي موجود الآن، الQ هذه نقطة مهمة، الQ اللي موجود الآن الفاليو المخزن الآن هي 0، واجي احكي لك what is the value to be stored كمان شوي لما اخلي الS صفر والR صفر. يعني لما احط صفر وصفر هون واصلا الQ قيمتها صفر، شو راح يصير بالكيو؟ شو راح يصير بالكيو؟ خلينا نشوف. لو أخذت هذا الزيرو ودخلته هون، زيرو أور زيرو، زيرو كومبليمنت ون، مظبوط؟ ون خده ورجعه هون، ون أور زيرو، ون كومبليمنت زيرو. رد جرب مرة تانية، حيتغير إشي؟ ما راح يتغير إشي. فإذا الفاليو الجديدة هذه الـ Q plus، الـ Q plus this is the value اللي راح تظهر كمان شوي أول ما أغير الـ S والـ R. هيك الفكرة، what will happen to Q؟ فـ Q plus هي فعلياً الـ value اللي راح تظهر أول ما أغير الـ S والـ R، فهي اللي بسموها الـ new value أو الـ next value أو الـ next state. فهو كاتب لي هون Q هي الـ present state والـ Q plus اللي هي الفاليو تو بي ستورد. يعني انا اول ما احط الاس والار هون 00 واصلا هون عندي 0، ف يعني اللي عم بسويه فعليا زي كاني عم بجاوب السؤال التالي: وات ويل هابن تو كيو اللي قيمتها صفر اف اي سيت اس تو 0 اند ار تو 0. ما سويت شيء، انا حللت لاني بعرف كيف النور جيت بتشتغل. فاخذت الزيرو هون 0 اور 0 1 1 اور 0 1 complement 0. فإذا الـ Q plus هون شو راح تكون؟ الـ Q الجديدة زيرو. هل تغيرت؟ ما تغيرت، راح تكون 0. وبالتالي الـ Q bar أصلا إذا كانت هذه صفر، الـ Q bar إيش مالها؟ هتكون 1. فإذا الـ Q الجديدة الـ value الجديدة هي نفسها الـ value القديمة لما أدخل 00، لما أدخل 00. تمام؟ مهم جدا نفهم الكونسبت هاد، ايش الفرق بين Q وQ بلس؟ او هون مسميها Q of T، اللي هي Q of T يعني الان عند اللحظه هاي. ال Q of T plus 1 هي الفاليو اللي راح تظهر اول ما اغير الانبوت، فانا هون غيرت الانبوت خليته 0 0 وكانت Q 0، ايش راح تصير لQ؟ يعني لاحظ لQ بلس مش موجوده على الرسمه، صح؟ طب وين هالQ plus؟ الQ plus هي الفاليو اللي بتنحسب بالسيركت وبتطلع على الQ بعد شوية ديلي. هون هدول فيهم ديلي، صح؟ حكينا جواتهم في شوية ديلي بأخروا الانبوت. فإذا الQ plus عشان هيك اسمها T plus 1، إنه بعد شوية ديلي شو رح يصير بQ إذا كان الانبوت 0 0 والأصلا الQ الحالية 0. رح تحكي لي هيو أخذت 0 مع 0 complement، بعد شوية delay راح تصير هذه 1، راح أروح هون 1 or 0 1 complement بعد قديش 0، بعد شوية delay راح تخزن هون 0. فهذا الكونسبت مهم أني أميز أكون فاهم شو الفرق بين present value أو present state و next state. the present state أو the present value هي الvalue اللي أنا شايفها الآن. طيب the next state اللي هي the Q plus أو the Q of T plus 1 مرات بنكتبها، هي الفاليو راح تظهر، هي الفاليو راح تظهر وراح تتخزن فعليا بعد ما يتم عمليه الكالكوليشنز جوا هدول الجيتس، يعني بعد شويه ديلي صغير. تمام؟ فاذا شو صار بالكيو القديمه؟ هل تغيرت لما دخلت 00؟ لا، ما تغيرت. طيب خلينا نشوف الحاله اللي بعدها. لو افترضت انه الكيو اصلا 1، وبالتالي by definition الQ bar لازم تكون 0، ورحت دخلت 0 0، what will happen to Q؟ شو راح تكون قيمتها الجديدة بعد شوية delay صغير؟ نفس المبدأ بقدر أجرب 1
or 0 1 complement 0 ما راح تتغير لي كيو بار 0 or 0 0 complement 1 فاذا شو راح تصير الكيو بلس هاي شو راح تصير قيمتها تضل نفسها والكيو بار ضلت نفسها مظبوط فاذا لاحظ لما عم بدخل 0 0 على الاس ار لاتش القيمه الجديده اللي راح تظهر بعد شويه ديلي هي نفسها القيمه القديمه فزي كأنه الـ Q plus تساوي Q الـ Q plus تساوي Q أو إذا بدك تكتبها بشكل مطول Q of T plus 1 يساوي Q of T سواء هذا الشكل أو هذا الشكل هو نفس المعنى شو معنى T و T plus 1؟ T يعني الآن T plus 1 بعد delay لما يتغير الـ input بعد شوية delay جوا الـ gates شو راح تصير الـ value؟ فهذا هو السيمبل او النوتيشن اللي بنستخدمه حتى نعبر عن النيو فاليو الفاليو اللي راح تظهر او النكست ستيت او النكست فاليو تمام بضلني اعيد هاي النقطه لانه اذا فهمتها انت بترتاح اوكي طيب نجرب احتمالات ثانيه لو كان هذا زيرو يعني الكيو الان زيرو وحطيت الانبوت 1 وحطيت الانبوت 0 شو راح يصير بالكيو بعد شويه ديلي راح تحكي لي سهله خذ 0 مع 0 كومبلمنت 1 فهذه ايش مالها 1 بعد شويه ديلي 1 مع 1 1 كومبلمنت 0 بعد شويه ديلي فاذا شو راح يصير بالكيو بلس الكيو بلس راح تضلها 0 او راح تصير 0 فعليا طيب وات از كيو بار 1 فاذا الكيو بلس تساوي 0 الQ plus فعليا تساوي صفر. طيب الاحتمال اللي بعده لو كانت الQ اصلا واحد وخليت الS صفر والR واحد. What will happen to Q? What will be the new value? راح تحكي لي 1 or 0 1 complement 0 0 or 1 1 complement هذا راح يصير 0 كمل كمان مره 0 or 0 0 complement 1 بعد هاي اللحظه لو ضلك تكرر راح تلاقي انه راح تضلها الفاليو 0 1 راح تضلها الفاليو 0 1 وصلت لحال ستيبل السيركت يعني لاحظ في البدايه صارت لحظيا صارت هذه صفر وهذه صفر الكيو والكيو بار لكن لما تغيرت هذه لصفر صار في عندي هون ايش 1 بعد هاي اللحظه راح تضلها القيمه ثابته راح تضلها القيمه ثابته فاذا what happened to q عملت ريست فالQ بلس راح تكون 0 1 فاذا لاحظ في الحالتين سواء كانت الQ الحاليه 0 او 1 لما ادخل 0 1 شو بصير على الQ ريست ومن هون اجى المعنى لما الR اللي هو الريست انبوت يكون اكتف يعني قيمته 1 it will reset the stored value بغض النظر عن قيمة الـ stored value هل هي أصلاً صفر ولا هل هي إيش واحد تمام طب السؤال عن إذن بهاي الحال بهذه الحالة بهدول الحالتين الـ Q plus تساوي صفر بغض النظر عن الـ Q القديمة بينما بالحالة اللي قبلها الـ Q هي نفسها الـ Q القديمة الكيو الجديدة هي نفسها الكيو القديمة فزي كأني هون شو عم بسوي operation hold مظبوط أو no change هون إيش عم بسوي operation reset أو clear مظبوط طيب نجرب الاحتمالات اللي بعدها لما الآن الS تساوي واحد والR تساوي صفر على افتراض إنه الكيو الحالية zero what will happen خذ الزيرو هات or one one or zero one complement هاي راح تصير zero خذ الزيرو الجديد 0 or 0 0 complement هذا راح يصير 1 جرب سوي مره ثانيه العمليه 1 or 1 1 complement 0 راح يضل هذا ثابت راح يضل هذا ثابت وراح تضلها looping راح تضلها الفاليوز تلف بس الاوتبوتس اللي انا شايفهم راح تكون قيمتهم ثابته في البدايه بيكونوا قيمه وبعدين بتغيروا فاذا الكيو الجديده ايش صارت صارت 1 مزبوط الكيو الجديده صارت 1 لما دخلت على هذا الستورج إليمنت 1 0 فالكيو بلس تساوي 1 شو رأيك لما تكون الأصلا الكيو 1
لو تكون الـ Q أصلاً واحد وأدخل 1 و 0 نجرب مع بعض 1 or 1 1 complement 0 0 or 0 0 complement 1 بتضلك عيدها راح تضلها ثابتة فإذا إيش الـ Q الجديدة برضو 1 فإذا بالحالتين لما أنا دخلت 1 0 على الـ SR latch على الـ S والـ R inputs إيش الأوبريشن اللي صارت؟ set سويت الـ stored value واحد بغض النظر عن الـ old value بغض النظر عن الـ old value تفضل يا شادي أو أنطوان مين كان يسأل أنا بس كنت أسأل إنه إذا لازم نضلنا نعيد بالسيركت لحتى يطلع الـ value لحتى يثبت الـ output تمام طالما الـ output ما ثبت هي السيركت رح تضلها الـ values تتحرك أصلا حتى يثبت الأوتبوت اللي هي الكيو والكيو بار طيب آخر حالة أو آخر احتمال يعني زي ما حكينا هون صار في هولد هون صار في ريست بالسطرين هدول وهون صار في ست شو بيضل احتمالات للإس والآر إنه الإس تكون واحد والآر تكون واحد طيب لو افترضنا بداية إنه الكيو تساوي زيرو شو راح يصير زيرو أور ون ون كومبليمنت زيرو مظبوط خد الزيرو هاد ودخله هون 1 or 0 1 complement 0 ضلك عيد 0 or 1 1 complement 0 فلاحظ الكيو راح تضلها على الزيرو والكيو بار راح تضلها على الزيرو فاذا لما دخلت 1 1 على الاس ار لاتش what is the new value for q plus الq plus تساوي صفر الQ plus تساوي صفر طيب لما تكون الQ أصلاً واحد وأدخل 1 1 وأدخل 1 1 what will be the new Q after some delay رح أحكي 0 مثلاً or 1 1 complement هذا رح يكون 0 0 or 1 1 complement 0 فهذا رح يصير 0 ضلك عيد فيها راح تلاقي انه الكيو والكيو بار راح يثبتوا على الزيرو زيرو فاذا لما دخلت انا 1 1 على الاس ار لاتش وات از ذا نيكست كيو زيرو وات از نيكست كيو زيرو راح تحكي لي هذه زي الحاله اللي فوق الثانيه اللي هي الريست بس راح احكي لك لا بدك تنتبه هون وات از ذا ديفينيشن اوف كيو بار انها الكومبلمنت تبع مين تبع الـ Q صح ولا لا؟ إنها الـ complement تبع الـ Q by definition بالتعريف طيب شو العلاقة بين الـ Q bar plus والـ Q bar والـ Q plus متساويات هل هذا ممكن؟ هل هذا by definition ممكن إنه الـ variable والـ complement تبعه يكونوا متساويات؟ لا فإذا هذه الـ combination is not allowed ما بصير استخدمه مع الاس ار لاتش لانه راح يخلي الكيو والكيو بار يساووا بعض وقيمتهم كم راح تكون؟ قيمتهم راح تكون صفر قيمتهم راح تكون صفر فاذا لو جينا نلخص التيبل هذه التيبل اللي حطيناها ببساطه حطينا كل البوسيبل كومبينيشنز للاس والار والكيو عشان نحسب النيو كيو وهذا اللي هو بصير يعني انا كيف بالسيكوينشال سيركت حكينا النيو فاليو تعتمد على الاولد فاليو وتعتمد على الانبوتس فهيهم الانبوتس والاولد فاليو وات از ذا نيو فاليو فوجدنا لما حطينا كل الكومبينيشنز تبعت البريزنت فاليو والانبوتس انه انا في عندي اربع حالات اللي هم لما تكون الاس ار 00 فالكيو الجديده اللي راح تظهر بعد شويه الديلي هي نفسها الكيو القديمه اللي هي ايش نو تشينج او هولد حكينا مزبوط لما ادخل 01 على الاس ار لاتش فدائما الفاليو الجديده اللي راح تظهر هي ايش 0 اللي هي ايش ريست لما ادخل 10 راح يكون عندي سيت اوبريشن يعني النيو فاليو راح تكون 1 بغض النظر عن الفاليو القديمه 11 It is invalid combination. ليش؟ لأنه الـ Q راح تكون تساوي الـ Q bar وراح تكون الاثنين قيمتهم صفر زي ما حللنا السيركت. فهذا هو الـ SR latch.
بقدر أخزن 1 بت، بقدر أتحكم بهذا البت إما أسوي له hold أو أسوي له reset أو أسوي له set، لكن بدي أنتبه إنه لازم أتجنب ما أدخل 1-1 على الـ SR latch. 1-1 على الـ SR latch معناها أوكي الـ Q قيمتها صفر معروفة، لكن تناقض وتخالف تعريف الـ Q bar، إنه الـ Q bar هي الـ complement تبعت الـ Q، فما بصير الـ variable والـ complement تبعه يكونوا متساويات. تمام؟ But this is the circuit, the logic circuit that implements a storage element, a very basic storage element, اللي هو اسمه SR latch أو إذا بدك تكتبه set reset SR latch، لأنه الـ R هي اختصار لـ reset والـ S هي اختصار لـ set. عادة رح نتعامل معاك بلوك دايجرام، هذا اللي بهمنا. فهذا اللوجيك سيمبل للـ SR latch، هذه الـ set input، هذا الـ reset input، هذا الـ stored value، هاي الـ complement تبعت الـ stored value. فعادة زي ما حكينا معظم الـ commercial storage elements they come with two outputs، الـ stored value والـ complement of the stored value. اسألني، واضحة الفكرة؟ حاول أنت بس يعني بعد المحاضرة انك ترجع على السيركت هذه وتمشي فيها شوي شوي بالسلايدات، يعني هم انيميتد السلايدات بيغيروا لك كل واحد من هدول اللي عم بيتغير هو سلايد منفصل يعني، فبتقدر انت تتبع بفيري سمبل اناليسيس سكيل اللي تعلمناها بشابتر 4 اني عم بتبع كيف القيم بتمشي حتى احدد ايش الفاليو اللي راح تظهر هون بعد شويه ديلي. انه حكينا هون الفاليو حتى تمر من الانبوت للاوتبوت بدها شويه وقت، اللي هو شغلة حقيقية يعني واقعية، إنه الأوتبوت دائماً في الجيتس بتأخر عن الإنبوت، لأنه الجيت عبارة عن كاباسيتورز وريزيستورز، هدول عبارة عن ديلي إليمنتس في عالم السيركتس، هم ديلي إليمنتس بأخروا الأوتبوت. فحاول أنت يعني حتى تكون الأمور واضحة لك ترجع على هاي التابل. هاي التابل مهمة لأنها بتحط كل البوسيبل كومبينيشنز للإنبوتس وللبريزنت فاليو. ليش؟ حتى تحسب النكست فاليو، لانه النكست فاليو لا تعتمد فقط على الانبوتس، تعتمد على الانبوتس وعلى الكرنت فاليو الموجود الان، لانه ممكن اسوي لها هولد، ممكن اسوي لها سيت، ممكن اسوي لها ريسيت. فرجاء حاول انك تدرسها كويس وتفهم هاي الشغلات اللي عم نحكيها، شو الفرق بين البريزنت ستيت والنكست ستيت، البريزنت فاليو والنكست فاليو. البريزنت فاليو او البريزنت ستيت هي الفاليو اللي انا شايفها الان، طيب النكست ستيت وينها؟ وين الاوتبوت تبعها؟ ما لها اوتبوت. النكست ستيت هي الفاليو اللي قاعده بتنحسب هون وكمان شوي بتطلع وبتصير هي نفسها البريزنت ستيت. اوكي، فحاول تمر عليها زي ما حكينا احنا بهمنا البلوك دايجرام، بس لازم يعني يكون عندنا قدرة نحلل شيء سيركت زي هاي بسيطة حتى نفهم شو الفرق بين الـ Q plus والـ Q، شو الفرق بين الـ Q of T والـ Q of T plus 1. يعني هذا notation للتعبير عن present state و next state. وهذه التابل مهمة لأنها بتحكي لي شو كيف بيشتغل هذا اللاتش بناء على الـ inputs. احنا حكينا الـ inputs بحددوا ايش بيصير بالـ stored value إذا بنتذكر، فبالتالي بحكي لي هون شو العلاقة بين الـ new value و الـ old value بناء على الـ SR inputs، بناء على الـ SR inputs. خلينا نشوف مفهوم بسيط، يعني هو مش حكر على الـ sequential circuit، كان بإمكاننا نحكي عنه بالـ combinational logic circuit، لكن بنحب نستخدمه احنا هون، اللي هو موضوع التايمينج دايجرام. تايمينج دايجرام بكل بساطة هو عبارة عن رسمة بدلالة التايم للإنبوتس والأوتبوتس الموجودين عندي بالسيركت، وببساطة بورجيني كيف بتغير الأوتبوت في هاي السيركت بناء على التغير في الإنبوت أوفر تايم. يعني إذا بصير بغير الإس والآر مثلا، هدول اللي هم الإنبوتس، لو صرت أغيرهم أوفر تايم what will happen to Q، فهذا نسميه timing diagram لأنه برسم لي العلاقة بيناتهم over time. ف this is the horizontal axis اللي هو time.
فلو جينا اطلعنا مثلا لو اخذنا هذا الاس ار لاتش وبدايه دخلنا على الاس والار 0 0 0 0 شو معناها؟ معناها no change hold. يعني شوي بعد شويه ديلي لكيو هل راح تتغير؟ اصلا قيمتها 0 هل راح تتغير؟ شو يعني 0 0؟ يعني hold يعني لا تغير، لا تغير قيمه الكيو. طب اذا هي اصلا 0، اذا هي اصلا 0 هل اغيرها؟ لا، لانها hold يعني no change. ف what will happen to q لما تكون ال s 0 وال r 0؟ راح تضلها ايش؟ 0، اللي هي هاي الحاله بنسميها ايش؟ hold فعليا. طيب لو كمان شوي ال s تغيرت وصارت 1 بينما ال r ضلت 0، what will happen to q؟ شو معنى 1 0؟ ست، معناها ست. يعني الكيو لازم تصير واحد، الكيو لازم تصير واحد خلال هذا الزمن، خلال هذا الزمن. طيب لو كمان شوي هذه ست، لو كمان شوي تغيرت الاس ورجعت للصفر فصار والار ضلت صفر، what will happen to q؟ شو يعني زيرو زيرو؟ hold. شو بتضلها hold وهي اصلا ايش؟ 1، فراح تضلها ايش؟ 1 او راح تضلها هاي. طيب كمان شوي الار تغيرت وصارت 1 بينما الاس صار ضلت 0، فشو راح يصير؟ هون راح يكون عندي 1 0 1 0 معناها ريست، فراح ترجع الكيو للزيرو اللي هي ريست. كمان شوي التنتين رجعوا للصفر اللي هي عباره عن ايش؟ هولد، لانه اصلا هي قبل ما يصير هذا التغير في الانبوت شو كانت الكيو؟ 0. طيب بعد ما تغير الانبوت راح تضلها صفر، وهكذا. فهذا مفهوم التايمين دايجرام، شيء بسيط زي كاني عم برسم تروث تيبل بس على شكل رسمه، بسموها تايمينج دايجرام لانها بدلاله التايم، لانها بدلاله التايم. تمام. فهذا مفهوم تايمينج دايجرام، راح نشوفه كثير، راح نرسم تايمينج دايجرامز كثيره لقدام شوي. بكل بساطه هو بس فيجوالي بيورجيني كيف قاعده الستورد فاليوز بتتغير بتغير الانبوتس تبعت السيركت. بامكاني كان استخدمه مع الاند جيت، مع الاور جيت، مع كل الفانكشنز اللي سويناهم بتشابتر 4 وتشابتر 3. فالتايمينج دايجرام مش محصور فقط بالسيكوينشال سيركتس، هو كونسبت عام انه بيورجيني كيف الويف فورمز هذه كل واحده فيهم بنسميها رسمه او ويف فورم للانبوتس، والويف فورمز تبعت الاوتبوتس شو العلاقه بيناتهم بناء على شيء بعرفه. فمثلا هون انا بعرف العلاقه بين الكيو والاس، فلاحظ انا بدي اياك تفهم هالشغله هلا. الان هون لاحظ هون انيشيالي عند هذا الخط، انيشيالي كانت الاس صفر والار صفر والكيو صفر في البدايه كانوا صفار. الان تغيرت الاس والار ضلت زي ما هي فصارت 1 0، فمباشره الكيو ايش صارت؟ 1 لانه ست، 1 لانه 6. فاذا في لحظه زمنيه فارقه تغير، لما تغير الانبوت تغيرت الستورد فاليو. هلا هون هي مرسومه انه مباشره الكيو بتتغير، لكن على ارض الواقع بيكون في شويه ديلي، يعني التغير في الكيو بتاخر عن التغير في الانبوت. ايش هذا الفرق الصغير اللي هو ايش؟ الديلي. بس احنا للتبسيط بنرسمها بالشكل اللي احنا شايفينه، انه اول ما تغير الانبوت تتغير الكيو، يعني ان زيرو تايم. بس فعليا التغير بالكيو بيكون متاخر شوي في الزمن عن التغير اللي موجود اللي صار وين في الانبوت. وهذا الكلام اوريدي حكيناه، لانه في ديلي جوا النور جيتس، هذول في جواتهم ديلي، في جواتهم ديلي. فعاده لما تشوف تايمينج دايجرامز ريال تايمينج دايجرامز لاي سيز ولا كومبوننتس في الداتا شيتس بتلاقي في ديلي دائما، بيكون الاوتبوت التغير في الاوتبوت متاخر عن التغير في الانبوت بسبب وجود ديلي في السيركت، في تاخير في السيركت. لكن احنا للتبسيط نرسمهم بالشكل اللي شايفينه قدامنا، انه اول ما تغير الانبوت الاوتبوت يتغير، لما تغير الانبوت هون يتغير مباشره، صار في تغيير. فاذا هون صار في set hold reset hold set hold او no change. no change هي hold، انا بحب احكي hold اسهل، كلمه واحده بدل من كلمتين.
تمام. Any question؟ طيب رح واقف هون، بس بتمنى منك انك ولو هيك شغلت ربع ساعة نص ساعة ترجع تمر على الكلام اللي حكيناه اليوم، لانه مهم جدا، لانه بكرة رح نبني من اللاتشز لكلوكت لاتشز، يعني رح نضيف فيتشر اضافي على الكلوكت لاتشز على اللاتشز حتى نبني اشي جديد اللي هو الكنترولد لاتشز او الكلوكت لاتشز. بعدين بعد ما نخلص هدول بنروح على النوع الثالث او العيلة الثالثة اللي هي الفليب فلوبس. تمام؟ Any question؟ طيب فإذا بنشوفكم إن شاء الله بكرة وبنكمل على هذا